هي الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. الله الله الله، نهاية هذا الشوط والانطلاقة التي تبدو أيضا في هذا الاندفاع من خلال هذا المسار. منافسة هنا بين هذه التحديات وهذه الانطلاقات، ما شاء الله سلهود تجاوزت، سلهود انطلقت إلى المركز الأول معلنة هذا الاندفاع القوي، هذه الإثارة القوية، صراع وخط النهاية مع هذه اللحظات. سلهود على المقدمة لهجن الرئاسة في هذا الاندفاع وتحمل ما شاء الله عنوان الناموس الأول. تهانينا والناموس لمقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وأمده بالصحة والعافية إن شاء الله. ما شاء الله، هيا هنا سلهود على المركز الأول لهجن العاصمة لهجن الرئاسة، المركز الثاني بشاينية لهجن العاصمة المركز الثاني. هجن الرئاسة وأيضا انطلاق محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث تعود أملاك في المركز الثالث لهجن العاصفة بإشراف غياث الهلالي. الله، هذه الأسماء، هذه الانطلاقات الشاهينية قادمة في المركز الرابع لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام، هذه أسماءنا، هذه منافسات ما شاء الله قادمة، ولكن النهاية، النهاية هنا والاتحادية، الاتحادية تختم على نهاية هذا الشوط وتشكل خطورة هنا الشاهينية لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الثاني، ولكن خط النهاية هناك ينتظر فيه بكل شغف وبكل حب الوجود أيضا للاتحادية. تهانينا والناموس للمرة الثانية على التوالي لهجن الرئاسة بانتصار أيضا في هذا المساء. المركز الثاني الشاهينية لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز تقدم مولع، وصل مولع، ولكن أرى هجوما كاسحا قادم بكل قوة الله من خلال القادمين، القادمين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مولع لا زال محتفظ بهذا الأداء، وهناك أيضا شاهين قادم ودخول سراب لهجن العاصفة وهجن الرئاسة من خلال هذا الأداء. مولع محافظ على القمة، الاسم مولع وكيف لا، وهو دائما في عادته في توليع الانطلاقات والتحديات والأداء الجميل من خلال هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، مولع إذن يقترب من خط النهاية يحقق الانتصار لهجن العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا غياث الهلالي. ما شاء الله وتبارك الله، مولع ولعها في شوط الجعدان المحليات. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة، والمركز الثالث يأتي سراب لهجن الرئاسة، بينما المركز العاصمة وامبراطورية هجن الرئاسة. المعركة طاحنة على المقدمة ما بين الحمر مر عبر، ما بين الشعار الملكي شعار امبراطورية هجن العاصمة. يا السلام، الطليلي وشاهين، الطليلي الطليلي احد الطيور الجارحة، يتسلل يتقدم الى مقدمة هذا الشوط بموقعه الى مكانه الطبيعي بقيادة مضمرة غياث الهلالي، موقع أبوه الطليلي الذي صال وجال مع امبراطورية هجن العاصفة. هذا ولد الطليلي يغير وينتزع المركز الأول من امبراطورية هجن العاصفة. تهانينا تهانينا لمالك هجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى المضمر غياث الهلالي. تسلم يمينك يا غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، المركز الثالث هنا
الشوط. الله، هذا الشعار شعار هجن العاصفة، هذا الشعار شعار هجن الرياسة. الكل يمثل نفسه، الكل يمثل التحدي، والكل يمثل هذا الشعار دائما في كل المنافسات. الله، يا تحفة، مهمة، تحفة تحفة، ولكن مهمة، مهمة تتسلل، مهمة لهجن الرياسة، مهمة لهجن الرياسة. والنقطة الثالثة هنا مع المجازف محمد بن عتيقة بن زيتون المهيري، لكن عادت تحفة، عادت تحفة. أشوف التحدي على أصوله، أشوف التحدي في هذا المساء على البطولة، لكن تحفة تأتي على المركز الأول، تعود من جديد إلى قمة الشوط، راحت مع استراحة المحارب، لكن عادت هناك بحربة الشوط. هجن العاصفة والهاتريك ليسجل شعار هجن العاصفة. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة، هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مهمة من هجن الرياسة، المركز الثالث من هجن الرياسة تأتي. الاتجاه سليم الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية والى الفوز والى الناموس بهذا الاداء المتميز مع امبراطورية هجن العاصفة. هي دمعة، دمعة على المقدمة، تذكرنا بدمعة الذي صالت وجالت على ارضية ميادين الدولة وخارج اراضي ميادين الدولة، ناقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحبة الكاسات، صاحبة السيوف، صاحبة الإنجازات. تيمنا على هذه الناقة، سميت هذه البكرة في أول طلوعها دمعة، دمعة، دمعة فرح، دمعة الإمبراطورية هجن العاصفة. تغترم من المنصة الرئيسية، تغترم من خط النهاية، خط النهاية يتراقص حبا وشوقا لاحتضان دمعة. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أداء هجن العاصفة في هذا المساء وفي كل مكان وفي كل مناسبة. على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، هو على صدارة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هنا المنطلق أيضا وعدان، هو وعدان هنا المنطلق من هجن الرئاسة بمتابعة محمد معتيق بزيتون المهيري. وعلى المركز الثالث يأتينا شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. السلام، هو وعدان على صدارة، وعدان على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو التحدي الجميل هنا في هذه اللحظات، التحدي، ولكن هنا وعدان هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. تهانينا، تهانينا لهجن الرئاسة على فوز هنا وعدان بالمركز الأول، وتهانينا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والثالث المركز الثاني يأتينا شاهين، والمركز الثالث ثالث والم هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. المركز هذا اليوم مع غياث الهلالي، ها هو مسيطر، ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول في هذا الأداء المميز الجميل. مسيطر إذن من هجن العاصفة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي مشق حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز المميز الجميل هنا لمسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا بدون أي منافس على الأطلاق ينطلق إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية من مسيطر في هذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. المركز الثاني من انتظار ثاني المراكز في هذه اللحظات بهذا الانطلاق. قادمة، حرب لا زالت، الشاهينية قادمة، الشاهينية انطلقت، الشاهينية غيرت إلى مقدمة الشوط، غادت هذا المسار بجدارة.
الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون. المهيري تتقدم وتنتزع ناموسي هذا الشوط وتنفرد بالمركز الأول في هذا المسار وهذا التحدي الجميل. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز وفوز هجن الرياسة. والشاهينية مع الميتين متر الأخيرة تعلن الفوز وتعلن الناموس وتعلن التحدي في هذا الشوط. لحظات وصولها إلى خط النهاية وإعلان الفوز الناموس. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. لحظات الوصول إلى خط النهاية بينما المركز الثاني وصلت في الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الثالث وصلت في هملولة من هجن الرياسة، المركز الرابع ساربها من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق الزيتون المهيري. ثروة في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والثالثة الطليلية بهجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن صدرت الأوامر وبدت السرعة وبدت الأربعمية متر الأخيرة. جولة الأوامر والأربعمية متر الأخيرة، ولا زالت اللي مسيطرة، لا زالت اللي مسيطرة اللي هي هذه أبها، هذه أبها من البداية، هذه أبها من البداية حتى النهاية بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق والجميل. تهانينا تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة، والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز، فوز أبها بالمركز الأول والطليلية بالمركز الثاني مع شعار هجن الرياسة. المركز الثالث وصلت في ثروة من هجن العاصفة. المركز الرابع وصلت في رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الأول ذيبان مسيطر، ذيبان مسيطر، شعار هجن الرياسة سجل اليوم نقاط عديدة، ولكن المركز الأول حتى اللحظة يحافظ عليه، يحافظ على مستوى أداء مستوى فوزة وناموسة بقيادة محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري. لكن الشادي واصل، الشادي واصل، يبغي يواصل مسيرة تحدي ويبغي يواصل مسيرة نجاح الدائمة. هناك الشادي لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سالم بسعيد بن منان. إلا أن ذيبان طار بالفوز والناموس. هنا ذيبان لهجن الرياسة يضيف الإنجازات على إنجازاته، يضيف الإنجازات لهذا الشعار في هذا المستوى وهذا الأداء الكبير. تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة، والتانية للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشادي اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث هملول لهجن الرياسة. شاهين في المركز شديد في المركز الرابع لهجن العاصفة. متعب هذا المركز الثالث لهجن الرياسة يضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهري. ولكن عود إلى البداية، عود إلى الطليلي، عود إلى الطليلي، الله الطليلي ارتفع سهمه، ارتفع سهمه دائما في كل المشاركات والتحديات. الطليلي الطليلي الطليلي. هنا في مقدمة الشوط اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم وعمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. لا زال متقدم متعب يحاول لهجن الرياسة في المركز الثاني، ولكن الطليلي الطليلي ودعهم، الطليلي ودعهم وراح إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط ليهدي هذا الشعار ومالك هذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هذا الفوز والانتصار. الطليلي 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 إلى ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لبراشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار. وإلى المضمر عبيد بن شينان المنري عمدة المضمرين. المركز الثاني متعب لجنجن الرياسة. المركز الثالث رهاب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع شاهين. وصلت هنا أوناصية القادمة من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير.
تقول يا سلام، ثلاثية جميلة، ثلاثية ثلاثية في تحدي جميل وإثارة سرابة وصيد، وهناك ناصية. يا سلام، ثلاثية جميلة، ثلاثية بتحدي مميز. سرابة لا زالت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصية تحاول بانتزاع نقطة، وهناك سرابة. تحديات جميلة. الله الله الله، هنا لمن الفوز، لمن الناموس في اللحظات الأخيرة. هنا 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 صناعة، صناعة تنتزع الصدارة. هنا بهذا الانطلاق أو مناعة، مناعة من انطلقت إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة ومالك سيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان على هذا الفوز المميز. المركز الثاني سرابة بن هجن العاصفة، مركز الثالث صيام. لوحة الستمائة متر الأخيرة طغى على المركز الأول، وتتحرك الدوحة، الدوحة وطغى، طغى والدوحة، وكذلك القدوم من قبل الدرعية. الدوحة وطغى، طغى على المركز الأول، طغى على المقدمة، على المركز الأول مسيطرة، من فرد بالمقدمة من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الذي يقدم هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع الشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة. بينما هناك أيضا الدرعية، الدرعية في المركز الثاني، الدرعية وطغى من هجن الرياسة، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز. تهانينا والناموس ولحظات الوصول، الثنائي الأحمر الجميل على المركز الأول والثاني، والطيارة قادمة بقوة، ولكن خلاص المركز الأول والثاني طغى، والدرعية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، الطيارة في المركز الثالث أو الدوحة لسعادة الشيخ. الشام يحاول لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نشوف الثلاثية، نشوف الثلاثية، ضاري مياس الشام، ولكن الشام يتسلل، الشام يتسلل إلى المركز الأول، يتسلل يتسلل، والمركز الأول تحول مع مشاهدي الكرام الشام لهجن الرياسة، يضيف إنجازات مسائية في مساء هذا اليوم، في مساء هذا اليوم مع مشاهدينا الكرام. النقاط مميزة وجميلة، ونقاط عديدة في مساء اليوم مع سن اللقاية، مع سن اللقاية. الشهم لهجن الرياسة، لهجن الرياسة ينطلق إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. النقطة التاسعة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني مياس من هجن العاصفة، المركز الثالث ضاري سمو الشيخ. على زمام الأمور في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي هنا، والنقطة العاشرة، النقطة العاشرة يبغي يضيف غياث بهذا الانطلاق المميز الجميل. ما شاء الله، بدون أي أوامر، بدون أي أوامر ينطلق على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول. إذن غياث على صدارة من هجن الرئاسة. تهانينا للمرة العاشرة لمقام السيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل هيان على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا لهجن الرئاسة ومتابعينها على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز المميز ولحظة الوصول إلى خط النهاية بدون أي أوامر. المركز الثاني هنا الوصول من مهند سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم. المركز الثالث تحديات
واردة. يا سلام، هنا ايضا رغد من هجن الرئاسة، حمد بن عتيق من زيتون المهيري، هناك تاتي نوف، ثم الشيخ عمدان بن راهيد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد، شعلة من هجن العاصفة، هنا يتابعها غياث الهلالي، ولكن بلشة 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 من تسللت على الصدارة، تسللت على المقدمة، على المركز الاول، انطلقت بصدارة هذا الشوط. بلشة 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 لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، مسفر بن علي بن عبيد السناري في متابعتها على الصدارة، على المقدمة، على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة. ها هي بلشة من هجن لوكير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الاول. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ولمسفر بن علي بن عبيد السناري على هذا الفوز. المركز الثاني تأتي عالية، مركز الثالث رغد. هجن الرياسة، هجن العاصفة فريدة، هجن العاصفة فريدة، هجن الرياسة، وانطلقت، انطلقت فريدة، ولكن انطلقت دلما، انطلقت دلما، انطلقت دلما. الله، هذا شعار الرياسة، افتتح هذه الامسية وختمها في هذا المساء. المركز الثاني فريدة من هجن العاصفة، المركز الثالث المسك من هجن الرياسة، الشامخة في المركز الرابع من هجن زعبيل، والمركز الخامس اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدين الاعزاء، هكذا كانت الاثاره، هكذا كانت الانطلاقات، هكذا كان التحدي والاثاره والتحدي. الجميل في هذا المساء دلمة احتضنت ناموسي هذا الشوط، هذه الاعاده، وفي الاعاده افاده دائما بالحركه البطيئه. تهانينا لهجن الرياسه على فوزي دلمة بالمركز الأول، وتهانينا لمحمد.